أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة صحفية جديدة مع أبرز العناوين والمنشطات ومقالات الرأي التي جاءت في الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ جولتنا بأهم ما جاء في صحف القاهرة، نستهلها من صحيفة الشروق التي اهتمت على صفحتها الأولى بالانتخابات الرئاسية القادمة وكتبت: انطلاق سباق الدعاية للانتخابات الرئاسية، السيسي وصباحي مرشحان رسميا واختار العليا بحسابهما البنكي. كما رصدت الصحيفة 9 ضوابط للدعاية الانتخابية في الفترة الرسمية، من بينها عدم استغلال المباني الحكومية وحظر تهديد الوحدة الوطنية ورفع الشعارات الدينية وكذلك استخدام العنف أو التهديد باستخدامه للدعاية لمرشح ضد آخر. تصريحات هامة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب اختص بها صحيفة اليوم السابع والتي أبرزتها على صفحتها الأولى، حيث قال فيها: لا دعم للأغنياء بعد اليوم. اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم يناقش إعادة هيكلة الدعم لوصوله للطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا. لا ارتفاع في الأسعار وينبغي وقف المتاجرة بقضية الدعم، فالوطن يتألم ولا نريد له المزيد، بل سنعمل على رفعته وتقدمه. أما أمنيا فأكد محلب أن مصر ماضية في مكافحة الإرهاب وأن المخططات الإجرامية التي تستهدفها لن تنجح. نتحول إلى صحيفة المصري اليوم والتي لا تزال توالي متابعتها للأوضاع في سيناء، وقالت الصحيفة: للمرة الثالثة الإرهاب الأسود يضرب جنوب سيناء، انتحاريان يستهدفان كمين طور سيناء وأوتوبيسا سياحيا، القبض على 21 تكفيريا بينهم 3 خطرين يشتبه في تورطهم في التفجيرين. التحريات تشير إلى ضروع عناصر جماعة بيت أنصار بيت المقدس في العمليتين والتحافظ على إشلاء الجناه. محافظ جنوب سيناء يقول للمصابين: أنتم أبطال تدافعون عن الوطن ضد الإرهاب. الجيش والشرطة يؤمنان الجامعات والمدارس، واليوم بدء امتحانات نهاية العام الدراسي. هذا ما ذكرته صحيفة الأهرام، موضحة أن ما يقرب من 5 ملايين طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام. ونقلت الصحيفة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قوله: إن الداخلية ستؤمن الامتحانات والمنشآت التعليمية من داخل الحرم الجامعي، وذلك لتحقيق أمن وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من أعمال الشغب أو الفوضى المحتملة. ومع انطلاق الدعاية للانتخابات الرئاسية، تنافست مقالات الرأي بصحف القاهرة على إلقاء الضوء على الاستحقاق الثاني من خريطة مستقبل مصر. الصحفية هبة عمر في عمودها وجع قلب بصحيفة أخبار اليوم رأت أنه على المصريين أن يتركوا الماضي وينظروا إلى المستقبل، وحينها سيصبح كل مواطن هو الرئيس، وذلك للوصول بالوطن إلى بر الأمان. أتمنى أن تكون على قمة السلطة في بلدي مؤسسة رئاسية بها أفضل الكفاءات في كل المجالات، يجتهدون في دراسة كل القرارات والقوانين قبل إصدارها وقياس أثرها على المواطنين وكيفية معالجتها، لتكون القوانين عادلة وليست جائرة، وأن تكون لدينا حكومة تعامل المواطن بآدمية وإنسانية. أريد أن يدرك الناس أن أي رئيس لن يستطيع تغيير الوضع الراهن بأزماته إلا إذا أدركنا نحن أن من يمكنه أن يفعل ذلك هو نحن المصريين، لو تخلصنا فقط من البيروقراطية التي تعشش في القلوب والعقول وتركنا الماضي خلفنا وقررنا السير بجدية نحو المستقبل الذي قد تتحقق فيه الأمنيات، فنحن الرئيس لو أردنا. أما في عموده بهدوء، حذر الصحفي والإعلامي عماد الدين أديب تحت عنوان: ضرورة بناء الدولة من المحاولات المستمرة والمستميتة لإسقاط الدولة، ودعا إلى ضرورة إعادة بناء دولة القانون الذي لا يفرق بين أحد والقائم على احترام الدستور ودعم استقلال القضاء. وقال في مقاله: البعض يخلط بين الدولة والنظام والحكومة، قد يسقط النظام وقد تتغير الحكومة، ولكن المهم دائما أن تبقى الدولة، والدولة القوية في المفهوم الحديث هي دولة سيادة القانون التي يعلو فيها القانون ولا يعلى عليه، والقانون مقصده الأساسي تحقيق العدالة بين المواطنين كافة دون تفرقة ودون أي تمييز. إن إسقاط الدولة يعني دعوة مفتوحة إلى الفوضى المطلقة، وعلى الرئيس القادم أن يسعى إلى إعادة بناء دولة القانون القائمة على احترام الدستور واستقلال القضاء. والدولة القوية تحتاج إلى رئيس قوي ورجل دولة حكيم يسعى إلى ترسيخ القانون على حساب مصالحه الشخصية، وتلك هي مصر الجديدة التي نحلم بها.
نتحول الآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية في معرض متابعتها لقضية الشرق الأوسط. نبدأ من صحيفة القدس العربي التي ألقت الضوء على الأزمة السورية وقالت على صفحتها الأولى: هدنة تؤمن خروج مقاتلين من حمص مقابل أسرى حزب الله. انتشر مقاطع على الإنترنت تظهر مقاتلين من المعارضة يحملون صواريخ تاو الأمريكية دون أن يعرف مصدرها. أنباء شبه مؤكدة مفادها تقديم الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية استقالته للأمين العام للأمم المتحدة خلال الأيام القليلة القادمة. وأبرز المرشحين لخلافته خافير سولانا والتونسي كمال مورغان. مستجدات المشهد اللبناني رصدته صحيفة الشرق الأوسط والتي قالت: تبقى صورة انتخابات الرئاسة اللبنانية في دائرة شد الحبال السلبي بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار، وذلك في ظل غياب قرار إقليمي أو دولي من شأنه إنقاذ الاستحقاق الرئاسي من الفراغ الذي يظل شبه محسوم حتى الآن. وتابعت الصحيفة تقول: بينما لا يزال المرشح غير المعلن رسميا من قبل قوى الثامن من آذار، النائب ميشيل عون الذي أطرح نفسه توافقيا يعول على مباحثات يجريها مع الفريق الخصم، يتمسك فريق الرابع عشر من آذار برئيس الهيئة اللبنانية سميع جعجع كمرشح له. أما الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا فقد تابعتها صحيفة الوطن السعودية، ومنها نقرأ: مقتل 8 جنود بمواجهات مع مسلحين ببني غازي. وقالت الصحيفة: حلقة جديدة من مسلسل العنف الدامي الذي يضرب ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 للنيل من سيادة الدولة وإدخالها في دوامة من الفوضى، حيث ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى الذين وقعوا خلال هجوم شنه أمس الجمعة عشرات المسلحين على مقر مديرية أمن مدينة بنغازي إلى 8 قتلى وأربعة مفقودين وأربعة وعشرين جريحا في صفوف الجيش والشرطة. الأوضاع في العراق أيضا حظيت باهتمام الصحف العربية. صحيفة النهار اللبنانية قالت: إن العراقيين طووا صفحة اليوم الانتخابي الطويل الذي تحدوا فيه التهديدات الأمنية ليقترع أكثر من نصفهم في الانتخابات النيابية، وباتوا ينتظرون نتائج يأملون أن تحقق لهم رغبتهم في التغيير. توقعات بألا تعلن النتائج النهائية قبل أسابيع. المالكي يبدو واثقا من الفوز ويشيد بالإقبال على التصويت. أما الآن فنتحول إلى مقالات الرأي في الصحف العربية، والقضية الفلسطينية كانت هي محور اهتمام صحيفة الرأي القطرية، والتي أكدت أن اتهام الإدارة الأمريكية للحكومة الإسرائيلية بالتسبب في فشل المفاوضات